يوما عندنا لطوش هنا. ايه كيفاش تلمعها؟ ما ينقلع على هاد شوبيه. لا لا هاد شوبيه كاينه طارق. شو مؤقتة كيما فاهم لكم دايرين انا ديجا دايرين عليها فيديو بلي هاد الطريقه مؤقتة. سا مؤقتة ابوبري شحال هكا؟ صديق على حسب الحالة القصيرة تاعك، على حسب انت وراك تقاري لوطوطيك، على حسب الجو اللي راك فيه انت. طريبي. إذا كان جو قاصح غادي ما غاديش تطول، وإذا كان جو ماشي قاصح، وكيما هاد الحالة كيما حنا رانا نقولوا مؤقتة، قادر تكون دائمة كي كنت داوم عليها. طريبي. على حسب تاني حالة تاع الفيرني تاعك. فهنا عندنا فيرني شاب. طبعا هنا عندنا فيرني شاب. وهنا عندنا فيرني مقشر. واه مقشر قريبي كي يكون هكا هذا البرودوي ما يخدملكش هكا ما يخدملكش هكا ما يخدملكش يخدم لك في هذه الحاله مين يكون شهب شهب صحيح هي معي هذا على درتها هكا باش تبان الفرق صايس ما غادي تخدم هنا ونديروا الفرق ما بين نديروا الفرق تاعنا صح هذا متواجد عندنا في السيت واللي خص يعطيني اي برودوي تاع تلميع السيارات يلقى في السيت تقدر بكتانه تقدر بكتانه ما تكثرش بزاف هذا شي يدير هذا يدير طبقه سمع لي شي يدير لك دير ما يدخلكش تحك اي تمسح باسكو هو يدير طبقه تاع كرنوبه اللي هذه الطبقه غادي تدير لك طبقه تاع حمايه اون بليس دو زاز تزيد تقلع لك هذا هذيك الشوبيه نقدر نخدم به في لي فار كيكونوا هكا شويه صفر وكون يكون عندي الفيرني مقشر ما تقدرش نشوف دي مع كاسي واه تري بيان شوف لك ما بين هنا واه راك درت لنا تاقة في الكابو هاي هنايا وهاي هذا استعمال كما حنا نقولوا هذه الطريقة استعمال تاع واحد عادي انسان عادي اماتور تري بيان كما حنا نقولوا بارتيكيلي انسان عادي وفي الاستعمال بروفيسيونال شوف النتيجه هذا ماشي بهذا البرودوي هذا يقول باك بريونس اللي تخدمها انت هنا في لاتولي كيما هذا اللوطو البيضاء اللي غادي تنخدم كيما في هذا اللوطو البيضاء هذا استعمال حرفي بروفيسيونال وهنا استعمال بارتيكيلي غادي تشوف النتيجه ما بين كاين فرق كاين فرق وهنا كاين فرق كبير سي بون صح معليش انت ملي قلت لي كيما هكا سما هذا بارتيكولي وهذا بروفيسيونيل سما ماكش باغي توريني بروفيسيونيل كي يخدموا به نوريك في الفيديو الجاي نوريك بروفيسيونيل كيفاش يخدموا بكاع لي زيتاب بكاع لي زيتاب وبوليوكس السلام عليكم وعليكم السلام